ومعنا في الاستوديو اختصاصية التغذية الدكتور محمد زكي. دكتور محمد أهلا وسهلا بك ضيفا كريما على سكاي نيوز عربية. يعني نحن عايشين مع وحش اليوم من السموم يدخل إلى أجسامنا، قديش خطر هذا الموضوع اليوم؟ صحيح، صباح الخير دالي. صباح الخير، يعني ربنا يبارك فيكم. فعلا الموضوع مهم جدا اليوم، يعني كلنا في البيوت وأهالينا وفي كل مكان بقينا نعتمد على الأقل الخضروات والفواكه من الأسواق، ولكن للأسف كلها فيها كمية مبيدات حشرية أو مبيدات زراعية لجعلها أكثر نضوجا لسرعة المحصول. ولكن كلنا الأطفال والأباء والأمهات كلنا بناكل فواكه وخضروات، ولكن فيها كمية فعلا من المبيدات الحشرية. احنا بنقول للكل توخوا الحذر، ان لا تغرك الكميه الكبيره او الحجم الكبير او الشكل الزاهي، لا يهمك الطعام ان يكون في موسمه الفواكه او الخضروات. لا نلجا الى اي شيء في اي وقت، ولكن الافضل الاشياء اللي في موسمها. ولكن في ناس يعني بنقول افضل التحرر الاورجانيك او الاشياء العضويه، ولكن غاليه الثمن فيها مشاكل كبيره للاسر العاديه. احنا بنقول دايما زي ما اشار التقرير ان فعلا الفراوله والسبانخ هم من اكثر الفواكه والخضروات التي تحتوي على بقايا المواد الحشريه. طيب دكتور محمد، ما هي ربما الخطر، انا يكمن الخطر من هذه المبيدات، من هذه البقايا دكتور محمد؟ هل نتحدث هنا عن يعني تاثير مباشر، ضرر مباشر او غير مباشر؟ هل نتحدث ربما عن اعراض تظهر مباشره يعني على الشخص، ام نتحدث ربما عن اثار تراكميه؟ هي تراكميه، لان ممكن تتاثر في الماء وفي التربه ومن التنفس للانسان، بالنسبه للانسان مشاكل على الجهاز العصبي مباشر، او مشاكل من التسمم كل المعده والكلى ومشاكل في الكلى فيما بعد. ويعني حتى دراسات كبيرة أثرت أن لها مشكلة في الإخصاب أو مشكلة في الخصوبة بالنسبة للرجال والسيدات، وبالنسبة للعقم بعض السيدات، وبالنسبة للإجهاض بعض السيدات. يعني عايزين نقول أن هي النسبة العالمية للبقايا اللي تكون موجودة من المبيدات الحشرية المفروض لا تتعدى 5%، يعني بعد الرش وبعد جني الثمار. إذا عملنا أي اختبار لأي فواكه أو أي خضروات، المفروض أن يكون لا يتبقى من البقايا المبيدات الحشرية أكثر من 5%. إذا كان أعلى من 5% بيكون الضرر. يعني بنقول 5% بتكون زي ما قالت الصحة العالمية، بتكون أقل حدة أو تأثير أو أي أثار جانبية على الإنسان. ولكن في بعض الدراسات أجروها برضو في أمريكا، أن وجدوا أن معظم المحاصيل تتعدى 25% بعد جني الثمار. نعم. البقايا اللي هي البقايا المبيدات الحشرية. طيب اليوم تقشير هذه الخضروات ولا الفواكه، هل يعني بجنبنا للأعراض والأخطار؟ خاصة الفراولة، يعني تقشير الفراولة ما في تقشير، خلاص ما نيتوا فراولة. في بعض الفواكه فعلا بأفضل تقشيرها اللي ذات القشرة، زي الخيار، زي الكمثرى، زي التفاح، تنفع فيها التقشير. أما في بعض الفواكه زي ما قالت اللي هي الفراولة، نشوف نسوي فيها. أفضل شيء إن هو الغسل جيدا جدا 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 جدا، ثم بنصح بعض الحالات كثير إنه نوضع نسبة 2% من الخل أو الملح. وفي منهم بيعتمدوا بكربونات الصوديوم، بكربونات الصوديوم للتنظيف يعني الأعلى. هل ذا لتراجع؟ احنا بنقول الأفضل الخل والملح لنقاوتهم أكثر وتجربتهم فعلا، لأنه بيقتل جزء كبير جدا ويزول جزء كبير جدا من المبيدات الحشرية. ولكن هو الأفضل الاختيار أنك أنت دائما عند اختيارك لا يغرك الحجم. يعني للأسف بعض أمهاتنا أو بعضنا دائما نشوف الحجم كبير من اليوسفية، الحجم كبير من البرتقال، نلجأ إلى الحجم الأكبر. الحجم الأكبر بيكون فيه كمية مبيدات أو كمية هرمونية عالية جدا. حتى يعني زي قبل ما نبدأ، حتى الطعم مش موجود طعم، لأنه بيبين حتى فعلا من المذاق غير شهي، الرائحة غير موجودة. ماذا عن الطهي؟ هل يمكن عن طريق الطهي ربما نتخلص من بعض الأثار؟ في بعض الدراسات بتقول إن احنا المفروض نقول نقعها في مية سخنة أو بعضا من الحرارة على الفواكه والخضروات، ولكن هي في بعض الأشياء لا مش نقدر نعملها كده. ولكن احنا بنقول بعد الطهي إذا تغيرت الماء أكثر من مرة يكون ممتاز. يعني إذا طهيت مرة وغيرت الماء ورجعت تغير المية أكثر من مرة بعد الطهي بيكون ممتاز في بعض الخضروات، ولكن في بعض الاخر مش هتنفع، لان هيحصل نقول ايه ضمور للفواكه او فايدتها كلها بتروح. نعم. احنا بنقول دايما اي فواكه او اي خضروات فيها شقوق او تعتمد على ان فيها بقايا او زوايد، يلزم مننا لازم نشيل الجزء اللي هو فيه، زي الطماطم زي ما قال التقرير، التفاح، ممكن الدراق، الخوخ، بيكون فيها شقوق او خطوط بتتجمع فيها المبيدات الحشريه اصعب من غيرها. نعم. فاحنا بنقول دايما، حتى هم عملوا من ضمن التقرير ان في انظف فواكه بيكون ما فيهاش اي مشاكل او اقل مبيدات حشريه، ليون الافوكادو افضل من افضل الفواكه، ثم البصل، ثم الاشياء اللي هي نقول الاناناس، الاشياء التي لا تعتمد على شقوق ما بينها.
فيها شقوق يعني تتجمع فيها كميه مبيدات حشريه كبيره. احنا بنقول لكل الحالات توخوا الحذر من الاكل اللي فيه مبيدات حشريه، ان هو الشكل لا تغرك الشكل ولا الحجم. دكتور محمد، هل هناك اعراض معينه ممكن تنبئنا انه نحن نكون بلشنا ناخذ هذا النوع من السموم بس يمكن ما عم ننتبه له بحياتنا اليوميه؟ هو مشاكل كبيره على الحياه اليوميه، الجهاز العصبي، المشكله في التنفس، المشكله اللي عنده حساسيه بيكون بتزداد الحساسيه، نقول مشكله كبيره في اللي عندهم يريد الحمل او شيء الاخصاب بيكون فيه مشاكل كبيره، او خصوبه الرجل فيها مشاكل كبيره، مشاكل على الكلى والكبد، لان السموم كلها بتروح للكبد، فبيقول الديتوكسيشن بتاع الكبد بيكون عليه كميه كبيره جدا من السموم. فاحنا بنقول لكل الحالات يعني الغسل جيدا جدا جدا بالماء والخل، ويمكن الافضل كثيرا ان احنا زي ما قال التقرير ننقع الخضروات في 30 ثانيه، لان بقول لغايه ربع ساعه، يعني اضع الخضار والفواكه في الماء ربع ساعه كامله بالماء او بالماء والخل او بالماء والملح. ثم دائما للحالات اللي بتستعجل في اكل الخضروات من المطاعم ومن الاشياء اللي هي الجانك فود والفاست فود، توخوا الحذر جيدا، لان يعني من اغلب الحالات اللي بتجي لنا في مركز اللوتس مشكله كثيره من مطاعم معينه، مطاعم خارجيه، حصل لي تسمم منها، حصل لي انتفاخ منها، حصل لي لوعه. هذا ناهيك عن الاميبيا والامراض الاخرى اللي ممكن تكون البكتيريا الموجوده. البكتيريا اكيد حتنمو عندك في المعده وهيحصل لها مشاكل، مشاكل الجرثومه في المعده. بس دكتور، هل انتشرت جدا جرثومه المعده؟ صحيح. طب دكتور، هل هناك اي تحاليل او كيف يتم تشخيص بان الانسان ربما تعرض لكميه كبيره من هذه المبيدات الحشريه؟ هل ربما تحليل دم طبيعي يمكن ان يبين في مواد زي كميه السموم موجوده؟ في بعض الفحوصات بتبين حتى الدي دي تي من المواد اللي هي بتضاف في المبيدات الحشريه، ولكن هي لا نستطيع نقول في تحليل معين يثبت انهم المبيدات الحشريه، لان انت معرضه للاستنشاق، للبخار الغير جيد، للاتربه، عوادم السيارات، للمبيدات الحشريه، للميه نفسها فيها كميه من المواد اللي بتضاف، فانت البلاستيك اللي بنشرب منه الميه عاده، في اشياء كثيره فيها سميه وليس بس المبيدات الحشريه، ولكن هي الاكثر. لان احنا بنعتمد اعتماد كلي زي ما قال التقرير ان 75% من الخضروات والفواكه فيها بقايا سميه. طب اليوم الجسم الانسان هل بيخلق نوع من مناعه على هذا النوع من السموم، ولا بس للبكتيريا المناعه؟ اللي شايفينه في الوضع الحالي ان الجسم فعلا بيخلق نوع من ان في برضه في بكتيريا نافعه، لان انت عندك بس وليست بكتيريا ضاره، هي بس الخطر اللي بيحصل هنا ان احنا لما بنرش مبيدات حشريه بنفقد البكتيريا النافعه، لان ممكن يكون من ضمن البكتيريا اللي موجوده بكتيريا نافعه للانسان. حتى احنا بننصح كل الحالات اللي ناخده عندنا البروبيوتيك، البروبيوتيك ده هو الغذاء النافع او الغذاء اللي يغذي البكتيريا النافعه، حتى في من البروبيوتيك كمان انه بيعطي بكتيريا نافعه تتغذى على البكتيريا الضاره، فيحصل توازن في عمليه الهضم بالنسبه للانسان. حتى انت عندك يحصل لحالات كتير جدا تقول عندي نفخه كبيره، عندي مشكله في القولون، عندي مشكله في الاخراج، عندي مشكله في الامساك، فبيكون كلها بكتيريا داخل جسم الانسان وعامله له مشاكل كبيره، منها بجرثومه المعده، منها المشاكل البكتيريا الحلزونيه ومشاكلها. طيب دكتور محمد، هل الجميع معرض للاثار السلبيه لهذه المبيدات الحشريه؟ هل هناك ربما فئات عمريه اجتماعيه معرضه اكثر من غيرها؟ طبعا نقول الأطفال هم معرضين أكثر للضرر من البكتيريا أو من المبيدات الحشرية، لأنهم نقول جهاز المناعة عندهم يكون لسه مش مكتمل زي الإنسان البالغ، والأكبر سنا أو اللي عنده مشاكل في الكلى، عنده مشاكل في الكبد، بتكون هي أكثر ضررا عليه. ولكن بنتجنب الحذر دائما للكبير والصغير، بنقول دائما ده غذاء البيت، دائما الأم هي المسؤولة عنه أو الوالد أو رب الأسرة، يتحرى أن لا يختار الأشياء اللي هي حجمها كبير أو لونها فاقع ولا في موسمها. والغسل جيدا جدا، لان بعض الحالات برضه عندنا بتهتم بان الخادمه هي اللي نظفت الاكل او المطعم هو اللي جاب الخضروات، بالذات الخضروات. يعني بنقول دايما لكل الناس اللي بياكلوا من المطاعم اي شيء الاكل حصل فيه طبخ ودرجه حراره فوق ال 100 بتقتل البكتيريا، اما السلطات والخضروات يقول لك انا رحت اخذتها نص سواء، خطها الفيش تابل شادوب ستيم، البكتيريا ما راحتش منه، بالذات الخضروات الخضر زي السلطات انواع شهيه وانواع كثيره، وبتكون كلها بكتيريا وكلها مشاكل كبيره، بالذات يعني بعد التقرير ما نبهنا كمان ان تقريبا 75% من الفواكه والخضروات ومعرضين في المطاعم وفي البيوت وفي كل مكان. بالاضافه طبعا للنصائح التي تحدثت عنها الان. أيوة. دكتور محمد، شكرا جزيلا لك على حضورك وعلى كل هذه المعلومات والنصائح. الدكتور محمد زكي اختصاصي التغذيه، شكرا جزيلا لك. شكرا دايلة. شكرا سهيل، شكرا جزيلا.